طيب عندنا اتصال مع وكيل اعمال اللاعبين عبد الرحمن الحنين. حياك الله استاذ عبد الرحمن. يا هلا اخوي ثامر، الله يحييك ويحيي الاخوه المستمعين. نرحب فيك عبر اذاعه مكس اف ام. يا هلا والله استاذ عبد الرحمن. يمكن سالفة وكلاء اعمال اللاعبين وحقوق اللاعبين والقرارات اللي صدرت من لجنة الاحتراف وغيرها، بدنا نتكلم على حفظ الحقوق واللاعبين وكلاء الاعمال والاندية وتوثيق العقود وغيرها من هذه الامور. انا بس في شيء، انتم ما بتكلم على وكلاء اللاعبين تحديدا، احس انه في بعض الاحيان انقسامات على بعض القرارات وبعض التحديثات اللي تصير. يعني مثلا اشتراط اللغة الإنجليزية، بعض الوكلاء يقول لك احنا نمشي معها، بعضهم يقول لك لا بصراحة انا ما اشوفها كويسة، في بعضهم في اشتراط ان يكون في مقر رسمي، بعضهم يقول ايه بعضهم يقول لا. فكل الامور هذه ليش دائما الاختلافات هذه موجودة؟ لان ممكن المقومات هذه موجودة عند وكيل، وكيل ثاني لا. تقريبا يعني تقريبا هذا الشيء، وكل يعطي رأي حسب مصلحته يعني. في الأخير كل يراعي مصالحه في الأمر، ولكن اللجنة لما تقر أو تطبق نظام تطبق على الجميع بدون استثناء، بدون ما تأخذ رأي أو تفضل طرف على آخر، يتحط بشكل عام الشروط والالتزامات التي يجب أن تتوفر في وكيل اللاعبين. اللي عنده استطاعة ومقدرة أنه يواجه الشروط والالتزامات هذه الباب مفتوح له، اللي يتعذر عليه هالشيء يعني ما يكون له شانس أو فرصة في المجال هذا، ممكن يتجه لمجال آخر. ولذلك هي ليست حكرة على أحد معين، بالعكس الباب مفتوح وكل حسب قدراته. لا يمكن أن أنا أجي أخوي ثامر أنا أحمل مثلا في إدارة الأعمال وأروح أبغى أتوظف طبيب، لا يمكن يعني. فهي قدرات، هل قدراتك توافق الالتزامات والشروط اللي حطتها لجنة الاحتراف؟ أهلا وسهلا فيك. ما توافق ممكن تشوف مجال غير المجال هذا. طيب اتكلم الاستاذ عبد الرحمن الخنين، يعني اتكلم على قرارات لجنة الاحتراف اللي صدرت، سواء اتكلم على الرسوم المالية الخدمات المقدمة لوكلاء اللاعبين او حتى يعني اتكلم على الخدمات المقدمة للأندية المطبقة لنظام الاحتراف، كل المبلغ الرسوم يعني على توثيق عقود اللاعبين سواء لكم انتم بينك وبين اللاعب او بين اللاعب وناديه، ما تحس ان 2000 ريال كثير؟ يعني تكلم على التوثيق، يعني كان النموذج الف وباء اللي دائما يكون مرفق مع العقد 500 ريال، تلغي لي اياها وتحط لي 2000، ما تحس انه مبالغ فيها؟ لا شوف اخي ثامر، انت لما تجي تشوف وتسوي دراسه بالدول المجاوره والدول اللي طبق في هالمجال، حتجد انك انت حتى في الناحيه هذه اقل منهم بكثير. على اعطيك على سبيل المثال، الاتحاد الاماراتي يلزم كل نادي يدفع سنويا 60,000 مقابل تجديد عقود اللاعبين، بغض النظر جددت عقد واحد ولا جددت عقد 20 لاعب، مبلغ ثابت. مبلغ ثابت انت في يعني خلينا نقول يعني في المعدل الطبيعي لكل نادي في السنه كم يقدم من عقد؟ يقدم تقريبا خلينا نقول من 4 إلى 8، يعني في الحدود، يعني تقل تكثر بشيء بسيط. ولذلك انت لو تجي تحسبها ترى كلها ما تجي 16,000 على النادي يعني. بالنسبة احنا بنقارنها النسبة وتناسب استاذ عبد الرحمن، يعني يتكلم على الموارد اللي داخل الأندية والحقوق وغيرها والدعم اللي يجي من الدولة لهم، اتكلم يعني اتكلم حتى من الجهة الرياضية التابعين لها، اكيد انه الوضع حتى موضوع الإعانات يختلف اكيد، فاكيد انه هم ممكن يدفعون 60,000 على قولك في السنة، لكن اكيد بيجيهم اضعاف مثلا. صحيح، ولكن انت لا تنسى شيء اخر، انه اللجنه الان في عملها الجديد يعني منذ استلام الدكتور عبد الله البرقان لمهامها، انت تشوف النشاط اللي قاعد تقدمه بالنسبه للورش العمل، المؤتمرات اللي قاعده تقدمها فيما يخص تقديم خدمه للانديه او حتى للاعبين او حتى للوكلاء. طبعا كل المصاريف هذه يعني اللجنه تحتاج الى ميزانيه، واحنا نعرف بشكل كامل ميزانيه الاتحاد السعودي كيف طريقتها وكيف توزيعها. يعني لا يمكن أن اللجنة تفي بجميع التزاماتها المالية إذا لم يكن لها دخل مرادف لما يأتيها من ميزانية الاتحاد. إيه بس أستاذ عبد الرحمن، ليش ما يكون في اجتماع؟ الله يسلمك، ليش ما يكون في اجتماع حتى نتكلم على الجهات الأخرى واللجان، يكون في توافق بينهم على أساس أن إذا أنا رفعت رسوم في جهة أو في أي لجنة كانت مثل لجنة الاحتراف، لازم أن يكون أرفع الموارد للأندية مثل من جهة أخرى وحتى الاتحاد السعودي. لكن الآن أصبح عندنا الاحتراف مثل ما تقول أعرج، يعني الأندية عندهم مشاكل في الموارد اللي تجيهم، عندهم الآن ما عاد في رعاة،
الآن حتى نتكلم على الإعانات اللي تجي ما هي بذاك الزود، وفوق هذا كله بعدين أنت ترفع وهنا هذا باقي مثل ما هو، أصبح هنا في خلل. ترى شوف أخوي تامر، ترى بالنسبة لهذه ترى رموز يعني أو مبالغ رمزية جدا يعني ما تحسب. أنت لما تتكلم مثل على 2000 ريال في مقابل أن أنت دافع اللاعب عقد 5 مليون، نعم ينظرون في العقود عينهم على العقود ها. لا 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 شوف هم هو شوف في يعني احنا نتكلم في الاخير هذا من حقهم، لان الان الـ 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 يعني القرارات اللي قاعده تصدرها اللجنه وحفظ حقوق الوكلاء بشكل كامل، اصبح اللجنه لها دور فعال جدا في حفظ حقوق الوكلاء، ولا اعتقد انه اي وكيل انه بيعارض انه مثلا يدفع 2000 ريال في سبيل انه يحصل له مثلا مبلغ 500 الف على نادي لها 3 سنين ما دفعت. بكل أمانة عندكم تحس إنه في عدد كثير من وكلاء الأعمال بدون تحديد أسماء اللي ما لهم داعي يحتاجهم شوف نخل. شوفوا أخوي ثامر، تقريبا العدد الحين تقريبا وصل 60 أو أكثر من 60 اللي يعملون في السوق فعليا أنا أعتقد ما يتجاوزوا 15 يعملون كعمل احترافي فعلي. لا زالت اللجنة في صدد تنظم عمل وكلاء اللاعبين. التنظيم العمل هذا ربما يواجه بعض الاعتراض من بعض الاخوان، وربما يكون هناك ناس مؤيدين. انا بالنسبه لي انه لائحه الاحتراف اللي اصدرت مؤخرا بالنسبه لائحه الوكلاء اللاعبين عفوا كانت جدا ممتازه وتوافقها الجميع بما فيها عمليه التفرغ. الوكيل اللي يتفرغ ويثبت العمل او ينظمه ويطوره هذا أكيد أنه راح يكون له مردود كبير جدا، راح يكون متوافر مع اللاعبين وكذلك مع اللجنة. الوكيل اللي من 8 إلى الساعة 4 هل هو بين عمله أو بين اللاعبين اللي عنده أو بين بيته، في الإنسان عنده مسؤوليات كثيرة إذا ما تتفرغ للعمل بحيث أنك تطوره لا يمكن أنك تتقدم خطوة. أنت قصدك لازم يكون متفرغ. طبعا هذه وجهة النظر، ولذلك اللجنة حطت انه الغير المتفرغ الحد الاعلى بالنسبة ل 10 لاعبين. لا يعني اللجنة قالت انه اي وكيل اعمال غير متفرغ سواء كان في قطاع حكومي او قطاع اهلي لك 10 لاعبين فقط تتجاوزهم، هذا العدد المسموح لك على اساس انك تزاول المهنة لانك انت لديك التزامات اخرى غير رعايتك للاعبين الموجودين. اعتقد انه في جدا في بعض القرارات اخوي تامر كانت جدا ممتازة ومنصفة، وأعتقد أنه الهدف من هذا كله هو عملية تنظيم العمل الوكلاء وكشف الشخص الجاد واللي بيعمل باحترافية عن الشخص اللي ما أخذها تقريبا يعني خلينا نقول خلي على الطريق يعني عملية الوكلاء. طيب يعطيك العافية أستاذ عبد الرحمن، وأكيد من وكلاء الأعمال المميزين. يعطيك العافية. تسلم أخوي تامر. شكرا لك. كان معنا أستاذ عبد الرحمن الخنين وكيل أعمال اللاعبين.